تواصل معكم دائما وابدا عبر صباح الشروق وعديد من الفقرات في انتظار حضراتكم مشاهدينا الاعزاء. التقرير التالي من مدينه الدبه نتابع. ليس اكثر من ان تتبدى بحسنها وتتجلى بزينتها وتتراءى على صفحات التاريخ معالم ومشاهد. ما تبدو عليه الصورة هنا صورة مدينة الدبة، وهي تتوسط بأناقتها وجمالها تفاصيل الروعة والبهاء. مدينة هي لكل أهل السودان، تهب ما لها من كل شيء جميل. الدبة وما لها من الاسم والتاريخ والعراقة، ما تزال تسجل أمجادها وتعيد نسختها الأصلية لأجيال تحفظ عنها كثيرا من تفاصيلها وما يتعلق بالاسم والمعنى، كأول ما يخطر على بال المتصفح لكتاب هذه المدينة العريقة. منذ نشأة هذه المدينة، ورغم أن كل السودان يسكنها منذ زمن بعيد، وكما يرويها أهلها عن النسيج المجتمعي وكيف انصهرت القبائل وتوافدت إليها المجموعات السكانية وكيف استقر الوضع إلى حد الاندماج وتكوين وجهة واحدة هي للتعايش والمحبة. مدينة الدبة للعراقة فيها وجوه متعددة، وللتاريخ بها سطور باقية تحفظها ذاكرة المدينة. المناطق هنا أفرزت شخصيات لا ينمحي أثرها عن ذاكرة التاريخ بما لها من تأثير بالغ وانعكاس لجليل أعمالهم. الجغرافيا رسمت لوحة من الروعة والجمال. للمكان هنا سحر أخاذ، وللطبيعة عبق خاص، وللمناطق ذكرى خاصة تمضي السيرة بما لها وما عليها. عند أهلها حين الحديث عن مآثرها طعم مختلف وحكاية سرد مختلفة. المناطق وعلى اختلافها وتباين مسمياتها أنجبت أجيالا في مختلف التخصصات وفنون الحياة وعلومها، أفذاذا متفردين كلا في مجاله، أعلاما فوق رؤوسهم تيجان الفخر والمجد والاعتزاز. وتمضي المسيرة وتطول السيرة، سيرة من عند حضرتهم يتطاول الإنسان عزة وقيمة.